السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة التطورات والأحداث في محافظة أرخبيل سقطرى. تمكنت القوات الحكومية في سقطرى من استعادة السيطرة على معسكر القوات الخاصة بعد شهرين من سيطرة عناصر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عليه. وقال مسؤول محلي أن حملة مشتركة من قوات الأمن العام والشرطة العسكرية والدفاع الساحلي تمكنت من السيطرة على معسكر القوات الخاصة في الأرخبيل بعد فرار المتمردين ومسلحي المجلس الانتقالي. ولفت المصدر إلى أن معسكر القوات الخاصة ظل خلال الفترة الماضية تحت سيطرة المتمردين وظل منطلقا لأعمال تخريبية في المحافظة. في سياق متصل نقلت وكالة الأناضول عن المسؤول ذاته أن قوات تابعة للانتقالي والمتمردين أفرجت عن رئيس اللجنة المكلفة بصرف الإكرامية السعودية للقوات الحكومية العميد منصور الجنيدي بعد يوم واحد من اختطافه. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: التطورات الميدانية في الأرخبيل وموقف القوات الحكومية، وإلى أين يمكن أن تقود الأطماع الإماراتية الجزيرة اليمنية الهادئة والنادرة. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. سقطرى أبرز اسم في خارطة الأطماع الإماراتية في اليمن. كل يوم تبحث أبو ظبي عن فتنة جديدة في الجزيرة الهادئة والنادرة. لربما تراءى لحكام الإمارات السبع في الخليج العربي أن الجغرافيا رقعة شطرنج عابرة للحدود، وذاك حلم سراب ترفض الإمارات التخلي عنه بسهولة أو بأقل الخسائر. عندما تغيب القوانين والأعراف كما هو حال النظام العالم اليوم، يحسب المراهقون الصغار أنهم أصبحوا ذو شأن وحظوة وأن بإمكانهم اللعب في المحظور، لكنهم ما يلبثون أن يدركوا أنه من الصعب تجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن الحق محمي بكونه حقاً حتى وإن كان قليل الحيلة والقوة. ذاك بالطبع ما يحدث في الجزيرة اليمنية الراسية في المحيط الهندي، التي تمكن محافظها هو والقوات الحكومية من السيطرة على معسكر القوات الخاصة الذي كانت تسيطر عليه ميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات. هذا التطور المحسوم لصالح القوات الحكومية يعني أن الجزيرة ستدخل في طور آخر من المواجهة، فلا تزال قوات الانتقال تتواجد في الجزيرة وتتحين الفرصة ربما لفتح معركة جديدة. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من تعز، ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل مساء الخير. مساء النور لك وللجمهور الكريم. أهلا بك. أهلا بك دكتور. يعني كيف تتابع المستجدات الأخيرة في الأرخبيل؟ يعني كيف تنظر إلى الاستماتة أو استماتة الإمارات وراء هذه الأفعال التي تقوم بها في الجزيرة ومناطق كثيرة في اليمن؟ نحن ننظر إلى ما يجري في سقطرى أو في غيرها من الأراضي اليمنية أن هناك سوء نية أو كيدية أو تعامل كيدي من السعودية والإمارات ضد اليمن واليمنيين. نلاحظ بأنه الإمارات أعلنت الانسحاب، ولكنها لا زالت عبر عملائها على الأرض تمارس سطوتها وتحاول أن تصادر القرار السيادي اليمني. وأيضا في سقطرى يوجد قوات سعودية دخلت لتحل الإشكال أيام ما كان رئيس الحكومة الأسبق بالدغط، فرأت السعودية بأنها تقضي على هذا الإشكال بدخول قوة سعودية لتحل محل القوات الإماراتية. ولكن سكوت السعودية أمام عبث الإمارات يدل بما لا يدع مجال للشك بأن المنهج واحد والخطة واحدة والأجندة واحدة، فقط أن الإمارات تشتغل بقبح واضح والسعودية تشتغل بصمت. طبعا الحادث الحاصل الآن في سقطرى يشير إلى أن بيد الرئيس عبد الرب منصور الشيء الكثير اللي يعمله، فقط أن يعين الرجال الأكفاء، الرجال الوطنيين المخلصين، ويستطيع أن ينتصر بهم، ويستطيع أيضا أن يستعيد الدولة بهم. نحن نضع جزيرة محافظة سقطرى ومحافظة شبوة ومحافظة مارب
ضمن هذا الاختيار الصائب للتعيينات الكفاءات الوطنية، ماذا لو تم منحهم مزيد من السلطات في تعيين مدراء المكاتب التنفيذية؟ ماذا لو تم دعمهم بموازنة تشغيلية كافية للتجنيد الأمن وكذلك قوات عسكرية لكي يعزز من سلطة الشرعية في الجزيرة أو في أي محافظة أخرى؟ اليوم نحن نتحدث عن عدن التي أخرجت من كونها عاصمة مؤقتة لليمن وأصبحت مدينة للنزاعات والاقتتال. طبعا الصورة الفارقة فقط بين عدن ومحافظة سقطرة وشبوة ومارب هو أن هناك رجال أكفاء تم تعيينهم على حين غرة، ربما لم تكن الأطراف السعودية والإماراتية على علم بهوياتهم، ولذلك أبلوا بلاء حسنا. اليوم الشعب اليمني ينظر لمحافظ سقطرة أو محافظ شبوة أو محافظ مارب بكل جدارة واحترام، بكل اعتبار، باعتبار فعلا بأنهم يشتغلون وفق أجندة وطنية ويعززون ويتمسكون بالسيادة التي لا يفرطون بها. اليوم السيادة اليمنية أصبحت منتهكة كليا بيد الإمارات السعودية، ونحن بحاجة إلى أن يلتفت الرئيس عبد الرب منصور هادي وهو ممسك بزمام القرار فقط أن يعين لنا قيادة عسكرية وطنية، محافظين وطنيين، وزراء وطنيين، حكومة وطنية، ويدعها تشتغل والأمور ستعود إلى بأسرع مما نتصور. نحن لا نحتاج إلى سلاح للتدمير، نحن نحتاج إلى عقود تستطيع أن تحكم وتبني المشروع النهضوي لليمن. نعم، إذن ابقى معي إذا تكرمت دكتور فيصل، وأرحب الآن بضيفي. سينضم إلينا من محافظة المهرة الناشط السياسي علي مبارك بن محميد. سيد علي، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد علي، لعلك تتابع ما يحدث من مستجدات في جزيرة سقطرة. يعني نتساءل هنا، ما التفاصيل الإضافية لديك غير الواصلة، يعني أو الصورة الواصلة للإعلام من الجزيرة حتى اللحظة؟ في الحقيقة شيء مؤسف ما يحصل في سقطرة، وبالتأكيد هو كل ما يحصل في اليمن وفي عموم جميع أرجاء اليمن. فاليمن خاصة في الآونة الأخيرة وبدت تظهر مطامع التحالف العربي في اليمن بشكل عام. الآن في سقطرة الإمارات بتستخدم عدواتها وتستخدم أطرافها الموجودة هناك، تعمل على خلق الكرك وبث الرعب والمشاكل داخل سقطرة. جزيرة سقطرة كما يعرفها الجميع ما حصل ولا يوم أنه صار فيها نوع أو شيء من هذه الأمور. أبناء محافظة سقطرة بطبيعتهم هم ناس دائما مع الدولة ولا يخرجوا عن الإجماع العام لليمن ومع الشرعية، ولكن باستخدام أدوات الإمارات الآن وبفعلتها الموجودة داخل سقطرة أصبح الوضع الآن وضع خطير في سقطرة، بداية من محاولة الانقلاب عدة مرات وعملية الأخيرة هي الاغتيال، محاولة اغتيال المحافظ والتمرد على قرارات الشرعية وقرار وزير الداخلية. هذه الأمور كلها وإجمالا من هنا يعني من يرى المتابع ويرى الكل وطني من أبناء اليمن أن التحالف العربي بدأ خاصة الإمارات وكذلك السعودية بدأوا الآن أنهم يفعلوا ويخرجوا عن الأهداف المعلنة، وأنهم الآن بدل ما أنهم يوجهوا وأنهم يعيدوا مسار اليمن ويعيدوا إعادة الشرعية لليمن، هم الآن يحاولون إبعاد الشرعية عن المشهد وتفعيل أجندتهم الموجودة في اليمن. فكذلك الآن شوف نحن وضعنا في المهرة، وضعنا لا يبعد عن وضع سقطرة. فالقوات السعودية الموجودة في المهرة تعمل مثل ما تعمل القوات الإماراتية الموجودة في سقطرة، فهم الآن قد تقاسموا اليمن سواء خاصة المناطق المحررة التي هم يسموها محررة، ونحن نشاهد الآن ونقول هي ليست محررة، هي مناطق محتلة. هو الآن الانقلاب انقلاب الحوثي صار ووصل إلى هذه الأجزاء، فالتحالف سيطرة ورجع سيطرتها واحتلها مثل ما هو كان يفترض أنه يحررها من
الانقلاب الحوثي وسلم على الشرعية، ولكن حصل العكس وحصل ما لم يكن في الحزبان. اليمنيين كانوا يتوقعون من التحالف أنه يعيد لهم الدولة ويعيد لهم الشرعية، ولكن للأسف فالمناطق اللي يسمونها الآن المناطق المحررة هي للأسف هي ليست محررة، هي مناطق محتلة من قبل التحالف العربي. الآن التحالف يعمل على زعزعة الأوضاع سواء في عدن ولا في شبوة، كذلك عندنا في المهرة. في المهرة السعودية الآن تفعل ما تريد أن تفعله، ولكن بتماسك أبناء المهرة وسقطرة لن يتم ولن يكون هناك شيء من اللي يريدون. الآن ما يحدث في سقطرة هو انتصار للشرعية اليمنية، هو انتصار للقادة، انتصار للوطن. فأبناء سقطرة أثبتوا للعالم بجميع مفاهيمهم بشيوخهم وقاداتهم العسكريين والأمنيين وفي مقدمتهم المحافظ البطل محروس حرسها الله، فهم أثبتوا والآن رفعوا صورة للشرعية أنهم هم شرعية وأنهم لن يتنازلوا شبر عن هذه الأرض. فأبناء سقطرة حقيقة يعني شيء قدموا. طيب إذن سأعود إليك سيد علي، سأعود إليك وسنكمل الكثير من التفاصيل، تكرم بالبقاء معي. أعود للدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، يعني كما تعرف ويعرف الجميع أن هذه الجزيرة على مر سنوات ماضية يعني تعرف بالهدوء والبعيدة عن المناكفات والصراعات، ما يحدث اليوم إلى أين يقود الجزيرة برأيك؟ هناك مخططات إقليمية متصلة بمخططات دولية بسلخ الجزيرة عن اليمن بشكل نهائي. الأمر ليس نكتة وليس توقع، الأمر متعلق بأطماع. الجزيرة في عمق المحيط الهندي، وبالتالي ليس فيها حامية عسكرية كافية، لم تتم التنمية فيها بشكل مقنع. فقط نحن أمامنا ثروة بشرية مشحونة بالولاء الوطني، لذلك صعب على الإمارات أن تشتريهم بالأموال بالرغم من الفقر والحصار والمجاعة، ولكنها وجدت مواطنين فعلا هم وكذلك في المهرة يرفعون صورة أو يعطون درسا لكل اليمنيين بأن الوطن غير قابل للبيع والشراء. وبالتالي وجدت الإمارات صعوبة والسعودية بأن تخضع هذه المناطق لسيطرتها وأن تجعلهم تحت إمرتها كما فعلت في المثلث في عدن. للأسف يعني نحن بين نقيضين، بين وطن في عمقنا نفرط به بقليل من الأموال لقليل لمرتزقة قبلوا أن يكونوا أدوات قذرة للمتدخل الخارجي، بينما أطراف هي حرمت من التنمية وحرمت من أشياء كثيرة، ولكن المواطن أعطى درسا بأن الوطن ليس للبيع والشراء وأبنية السيادة اليمنية لا يمكن التنازل عنها. وهذه الرسائل طبعا وصلت الآن إلى الإقليم وإلى العالم بأنه من الصعوبة بمكان استكمال المخطط الدولي بنزرع سقطرة عن اليمن، لا قانونا ولا فرض أمر واقع ولا بالأموال. طبعا هناك خطة على أن يتم إغراق اليمن بكثير من المفاسد الاقتصادية والإدارية والفشل حتى يتم مقايضة أي سلطة قادمة بدعمها ماليا مقابل استئجار سقطرة من اليمنيين كما فعلت بريطانيا باستئجار هونغ كونغ من الصين لمدة 100 سنة. وهذا المطمع طبعا قد يكون بشكل مباشر لبريطانيا وقد يكون بشكل غير مباشر للإمارات أو للسعودية. هناك مطامع كثيرة حتى لقوة أمريكية تريد أن تكون فيها قاعدة عسكرية. فإذا لم ننتبه نحن، هذه الرسالة أقولها للنخبة اليمنية والإعلام اليمني والسياسيين والسلطة الشرعية، لا ينبغي الاستهانة بما يحدث اليوم. لكن يا دكتور، يعني هل نفهم منك أن يعني طبيعة النظام العالمي في هذه المرحلة يعني ساعد الإمارات أو يساعد الإمارات في هذا الطموح الذي تسعى إليه؟ لا أتكلم عن النظام العالمي لأن النظام مرتبط بالقانون. دعنا نتكلم عن ارتباط الإمارات والسعودية بواشنطن ولندن بصريح العبارة. واشنطن ولندن أعطت الضوء الأخضر لهذه الإمارات بإعادة العبث بدول الربيع العربي كاملة وبإضعاف الشرق الأوسط، واليمن هي جزء من هذا المخطط. لا نستطيع أن نتكلم عن النظام العالمي لأنه يشمل كثير من دول العالم التي ليست راضية عن هذا السلوك السياسي. طبعا المطامع الدولية تشتغل وفق سياسة المصالح،
فإذا ما وجدت فراغا تستطيع أن تتسلل إليه وهي لا تستأذن، ولكن إذا وجدت سلطة حاسمة مهما كانت الدولة ضعيفة يبقى النظام الدولي والقانون الدولي العام، ويبقى أيضا الموانع الداخلية تحول دون أي تنفيذ لأي مخطط من هذا النوع. نعم، إذن دكتور ابقى معي، أذهب لضيف الناشط السياسي علي مبارك بن محمد. يعني سيد علي، بما حدث من مستجدات أخيرة في جزيرة سقطرة، هل تعتقد أن الأجندة الإماراتية في الجزيرة وقواتها هزمت في المعركة الحاصلة، أم أن يعني معركة الخلاص لم تبدأ بعد في هذه الجزيرة؟ ما يحصل الآن، أنتم والعالم كله وكل المتابعين يرون ما يحصل في اليمن هي مؤامرة مخطط يمشون عليه بطريقة أو بأخرى. بالتأكيد الآن نحن نعتبر كيمنيين وكمهرة وسقطرة، نعتبر ما حصل الآن هو انتصار، انتصار لنا وانتصار للشرعية وانتصار للوطن، ولكنهم نحن نعرف وندرك أن القوات الإماراتية والقوات السعودية يكون مع لن ييأسوا من الوضع، وسوف يكون يعني أكيد أنهم عندهم خطط وعندهم خطط بديلة، وأنهم سوف يعملون أشياء من أجل تنفيذ هذه المصالح. ولكن بالثقة الموجودة وبأبناء الوطن المخلصين نقولها بالفم المريان وبكل تأكيد أنه لن يكون لهم ما يريدون، لن يكون لهم مشاريعهم والتآمرية والتخطيطية اللي هم الآن يخططون من أجل تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، لن تكون لهم ولن يدركوها أبدا. هذا ما رأيناه وما شفناه من مشايخ وأعيان وكل الشعب الموجود في هذه المناطق، أنهم لن يرضوا ولن يرضحوا، وأنهم يجسدوا روح وطنية كبيرة جدا نرجو. لكن سيد علي، هل ما زال متوقع من أن تكون هناك ردة فعل يعني محتملة ربما تقدم عليها الإمارات وتكون أقوى من يعني قدرة القوات المواجهة لمشروعها في الجزيرة؟ بالتأكيد سوف يكون هناك خطوات منهم، هذه مفهومة وهذه واضحة، ونعتقد أنهم سوف يقومون، ولكن هم ما يقومون الآن من اللعبات اللي هم يمشوا عليها اللعبة كبيرة جدا. هم لا يستخدمون المال للنفوذ، ولكن كما ذكر الأستاذ فيصل أنهم قالها اليمنيون وقالها أبناء سقطرة وأبناء المهرة أن الأرض والوطن ليس للبيع. هم يحاولون الآن أنهم يشتروا الناس، يحاولون أنهم يدفقوا الأموال كما يعني الآن هم أدخلوا أموال كثيرة إلى سقطرة، حاولوا أنهم يغروا الناس بهذه الأموال وأنهم يشتروا الوطن مقابل هذا المال، ولكن هيهات لهم، هذا لن يكون لهم مهما دفعوا ومهما عملوا، حتى لو اضطروا أنهم يستخدموا السلاح فهذه أبناء المهرة وسقطرة وسوف يكونوا معصيين عليهم، ولن يسمحوا لهم بتنفيذ هذه المخططات وهذه المؤامرات التآمرية اللي هم الآن يريدوا جزيرة سقطرة للإماراتيين، وأن ينقرضوا فيها وبخيراتها وأن يعملوا فيها ويعبدوا فيها كما عبدوا هم الآن يعبدون بكل الوطن. نحن الآن من هذا المكان ومن هذا المنبر ندعو كل الوطنيين، كل الذين هم في الحكومة اليمنية وفي الشرعية من الوزراء والكل، أن يدرك هذه المرحلة أنها مرحلة خطيرة، على اليمنيين أن يتلاحموا فيما بينهم وأن يكونوا على قلب رجل واحد وأن يتبهوا لهذه المخططات، أن لا يسلموا اليمن لهذه الأجهزة ولهذه الخطط التآمرية اللي هم الآن يريدون يفتحوها في كل شبر وفي كل مكان من اليمن. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك الناشط. أنه نعم، إذا وضحت الصورة كاملة، أشكرك الناشط السياسي علي مبارك بن محمد، كنت معنا من محافظة شبوة. وننوه مشاهدينا بأنه كان من المفترض أن يكون معنا محافظ محافظة سقطرة رمزي محروس، ولكنه اعتذر بحضوره حاليا اجتماع هام، وبالتالي لن يتواجد معنا في هذه الحلقة. ونستمر حيث أو أذهب الآن لضيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة الدكتور فيصل الحثيفي. دكتور فيصل، يعني رئيس هذه والشرعية وما يمتلكوه من قوة حاليا، هل بإمكانهم مواجهة الأطماع الإماراتية ومشروع الإمارات سواء في سقطرة أو غيرها من المناطق اليمنية، ويعني الحفاظ على اليمن الموحد؟
بالتأكيد لا زالت السلطة الشرعية ممثلة بهادي إن أرادت وإن استعادت قرارها السيادي قادرة على أن تفعل الشيء الكثير، قادرة على أن تخاطب الشعب اليمني عبر التعبية العامة، قادر على أن يعين كما قلت شخصيات ذو كفاءات وطنية غير قابلة لبيع الشراء، قادر على أن يعين قيادات عسكرية وأمنية وحكومية غير قابلة لبيع الشراء، قادر على أن يخاطب المجلس الأمن الدولي بإعفاء السعودية والإمارات من دورها في التدخل العسكري. هناك ضربات قوية جدا يمكن أن تطيح بالإمارات والسعودية ضربة معلم، هناك جرائم جنائية دولية تستطيع أن تقود حكام هذه الدول إلى محاكم الجناية الدولية إذا ما استطعنا أن نشتغل بالدبلوماسية والجانب القانوني وفق عبر مجلس الأمن. يعني إلى الآن للأسف الشرعية هي صامتة. أنا أعتقد بأنه أرجو أن لا يكون تعيين بن محروس أو بن عديو أو صالح العرادة مجرد أخطاء للشرعية. نريد أن يتم الالتفات إلى كل المناطق المحررة بإعادة تعيين الشخصيات الوطنية ذات العقل القادر على استعادة السيادة الوطنية، والعمل إما بإعادة تصحيح العلاقة مع السعودية ودول التحالف، معنى دول التحالف هي الإمارات السعودية فقط الآن باقية، أو بإعفائهما. وبالتالي هناك أوراق كثيرة بأن تشتغل الأحزاب بفك الارتباط عن الشرعية إذا رفضت سماع صوت أنين المواطنين في كل المناطق التي يتم اغتصابها في الساحل الغربي، في تعز، في عدن، في الموانئ، في المطارات، في المهرة، في الجوف، في سقطرة. يعني الحقيقة هناك انتهاك صارخ للسيادة اليمنية. نحن يعني ينطبق علينا المثال الذي يقول يعني كنا متفائلين بالعون وإذا بنا نغرق في إطار الاحتلال الذي لم يكن متوقع. يعني اليوم ما يمارس في الأراضي الشرعية أو في المناطق الشرعية هو احتلال كامل الأركان، يعني لا وجود في لمواربة فيه، ولكن نحتاج إلى نهضة شعب، إلى صوت شعبي عالي، إلى صوت حزبي عالي، إلى نخب اجتماعية، إلى إعلام، إلى منظمة مدنية. على الشعب اليمني أن يستعيد قراره بنفسه، فالأرض هي أرضه والقرار قراره وسلطة سلطته، وهؤلاء الممثلين إما أن يحسنوا التمثيل أو يرحلوا لا أقل ولا أكثر. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.